هي دي بقى اللي بيسموها اعلى مراكز السلطه. بنجم مخلل وبنجم مقلي وطحينه وبابا غنوج وحمص الشام وبطاطس مقليه وبطاطس مسلوقه وبصل وخيار وجبنه قريش بالطماطم وجبنه قريش من غير طماطم وبطاطس مقليه تاني وطماطم تاني. ايه ده؟ دي حاجه صفرة كده ما قلت القويه. وكروم اهو كله بقى تنوعات على هذا اللحم. عرفتي بقى ان احنا احسن من الاجانب؟ هم ما عندهمش سلطه. يعملوا بيها ايه؟ نفسهم مفتوحه على طول، بيدخلوا في المفيد عدل. احنا بقى اللي نفسنا مسدوده، محتاجه مجهود عشان تتفتح. قرش و34 مليون. الباقي عشان الرجاله. كم؟ 80 جنيه و60 قرش. اوكي 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 اورايت اورايت اورايت. 80 جنيه و60 قرش. مش هندفع المبلغ دوت، انت يا اما جيب لنا البوليس يا اما نروح سوا. هو جوز الحمام بكام؟ دي تسعيره سياحيه يا فندم. عاوز اعرف اقول لي بكام؟ بطل اسكت انت يا انور ما تتدخلش، ما تجننيش. اما اشوف بقى ايه اللي هيحصل في الليله السودا دي. جوز الحمام بكام؟ 14 جنيه يا فندم. ب 72 جنيه سلطه. اطلب لنا البوليس بقى. السلطه بره التسعيره يا فندم. احنا ما طلبناش سلطة، احنا مش محتاجينها، احنا نفسنا مفتوحة على طول. كنت رفضتيها يا فندم؟ وانا مالي؟ ولا اعرف انها سلطة، ناس جت رصت حاجات ورجعت بيها تاني. يا عم اطلب لنا البوليس. يا فندم حضرتك بنت اصول وعارفة ان بقول لك ايه؟ انا لا بنت اصول ولا ابويا موظف كبير في الداخلية، ولا عمي مسؤول في السياح، ولا خالي رئيس مجلس ادارة الحي اللي انتوا تابعه. انا ست عادية جدا وجاية من اعتبرني جاية من العربخان. وبقول لك اطلب لنا البوليس. يا اما انا بقى اللي هطلبه. تحت امر سيادتك. تحب سيادتك تدفعي كام؟ 15 جنيه و5 جنيه جدعانه منا للرجال، يبقوا 20 ونبقى مكرمينكم قوي. خلاص يا فندم اللي تشوفيه سيادتك. امسك يا ولد امسك. وادي جنيه تمن الكاس اللي انا رميته في النيل. متشكر قوي يا فندم، احنا ما بنقبلش العوض من حد. ماشي اخويا وماشي. يلا انا متر. تحت امرك فندم. اطلب لنا الشرطة لو سمحت. حاضر. شرطة. ha 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 ha